يعني دراما كانت. انت عم تتابع اول ربع ساعه كان في الابها نازل الباطن بايام بعدين الباطن نازل مش عارف ايه، يعني الحقيقه دراما اليوم كانت. بالنسبه للمشاهد المحايد دراما ويستمتع ويتابع ويعيش، لكن بالنسبه للجماهير الانديه المعنيه بالمباريات كانت بالنسبه لهم لحظات قاتله، يعني كان بين كل هدف وهدف ايضا نتيجه اخرى. كل لحظة يقدم لنا المعلق أي مباراة أن هناك أندية ستهبط وأندية ستبقى، بعدها بدقائق يتغير الوضع. وأعتقد أنه هذا من جماليات الدوري السعودي. عندك الباطن، الباطن من الفرق اللي قدم مستوى جيد هذا الموسم، صحيح أنه خسر كثير من المباريات لكن في النهاية أعتقد أن بقاؤه إنصاف له. نعم أبو سلطان. نقول مبروك الباطن حقيقة، يعني مباراة مثيرة يعني لا تقل إثارة عن بقية المباريات زي مثلا النصر والاتحاد وحتى القادسية وأبها. اليوم تشوف يعني تقدم فريق الباطن هدفين قلنا خلاص، بعدين يرجع العين ثلاثة والعين يؤدي أمام الاتحاد الجولة الماضية، اليوم وكأن الفريق هو اللي يصارع على البقاء وهو هابط من جولتين تقريبا. أحب أقول يا أبو كرم أنه الأستاذ ناصر الهويدي أعلن عن مكافأة يعني مكافأة مميزة للاعبين قدر 125 ألف ريال لكل لاعب في الباطن يستاهل. يا ليتنا كنا لاعبين أنا أبو محمد، كان على الأقل مصاريف الصيف إن سافرنا منه ولا منه ولا.